السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ هنبتدي بقى في محاضرة النهاردة. الستيم سيل موجودة في احتمالين، يا اما ترانزيانت اكزيستنت، مرحلة او تواجد مؤقت اللي هي خلال عملية الديفلوبمنت، او خلال الثرو اوت لايف ان التشو، خلال المرحلة العمرية اللي انا عايشها. عملية الاوبزرفيشن ان انا الاحظ الستيم سيل في زير تشو لوكيشن مهمة جدا لإيه؟ understanding how they interact with their environment. ليه احنا بقى بنهتم بالستمسل؟ هلاقي الريسيرشر اللي هم الباحثين هو بالستمسل ستادي كان هيلب تو، آملين ان الستمسل ستاديز تساعدني في اول حاجة increase الاندرستاندينج اوف هاو ديزيز. اوكي، عن طريق واتشنج هشوف الستمسل ماتيور انتو السيل ان بون هارت ماسل نيرف اند اذر اورجان، وبالتالي الريسيرشر ماي بيتر اندرستاند هاو ديزيز اند كونديشن ديفلوب. تاني هو بالنسبه لنا اللي هي عباره عن ايه، جينيريت الهيلث سيل تو ريبليس افكتد سيلز باي ديزيز، اللي هي عمليه الريجينيريتيف ميديسن. عندنا الستمسل can be guided into become a specific cell that can be used in people to regenerate or repair a tissue that have been damaged or affected by a disease. The stem cell may have the potential to be grown to become new tissue for use in a transplant and regenerative medicine. وطبعا الفكرة دي الريسيرشر كونتينيو ما زالوا شغالين في هذا الموضوع to advise the knowledge on the stem cell and their application in عملية transplant و regenerative medicine. طب البيبول بقى اللي احتمال ان هم يبقوا benefit for stem cell therapy هم عبارة عن ايه؟ الناس المتعرضين للستروك، السكتة الدماغية، الزهايمر ديزيز، الباركنسون ديزيز، اللي هو الشلل الرعاش، سباينال كورد انجري اللي هي مشاكل في السباينال كورد، اوستيو ارثرايتس مشاكل في البونز، الاميلوتروفيك لاترال اسكلروزيس او التصلب الجانبي، التصلب الجانبي الضموري، بعد كده الدايبيتيز وبالاخص تايب 1 لان انا بتكلم على سيل، البيرنز الحروق وبعض الكانسرز. تالت هوب بالنسبة لي اللي هو تيست نيو دراج فور سيفتي اند افكتيفنس، هشوف الدراج ده مهم او هيساعد لي في علاج المشكلة اللي عندي وهيبقى سيف ولا لا. بيفور يوزنج انفستيجيشنال دراج ان بيبول، قبل ما بستخدم الدراج اللي هي التجريبية على البيبول، ريسيرشر كان يوز سام تايبس اوف الستيم سيل تو تيست ذا دراجز فور سيفتي اند كواليتي. عندنا this type of testing will mostly like first في ال direct impact on drug development for ال cardiac toxicity testing. في البداية اشتغلوها على ال cardiac toxicity testing. طيب الفكرة ماشية ازاي؟ الفكرة ماشية ان هي effectiveness using a human stem cell that have been programmed into a tissue specific cells to test new drug. يبقى مهم جدا الشباب ان انا مش بستخدم اي نوع من انواع الستيم سيل، لا ده انا بستخدم ستيم سيل معينه تم برمجتها في تشو او سيلز خاصه لتست النيو دراج. يبقى فور ذا تيستينج اوف نيو دراج تو بي اكوريت، محتاج ان السيل اللي هي الستيم سيل اللي انا استخدمتها دي ماست بي programmed to acquire عشان تكتسب properties of type the cell target by the drug. طبعا التكنيك ده under study. يعني احنا ممكن نقول لو قلنا nerve cell could be generated to test a new drug for nerve disease. هنشوف التست ده يا اما new drug ديت had any effect on the cell and whether the cells were harmed. هيحصل لها مشكلة او هتتدمر. وبالتالي ممكن نقول ان الويز ذات ستيم سيل ار ايدنتيفايد، اتعرف عليها، ايزوليتد اعزلها، كاركترايزد اتعرف على الخواص بتاعتها، هي الكي ميثودولوجيكال كويشن ان الستيم سيل.
الديفرنت ستيم سيل قادره على ان هي ديفرنشيتد انتو رينج اوف السيل تايب ويتش ديفاين دير بوتنسي، وبالتالي فيري فروم سنجل لينج من نسب سنجل تو اول سيل تايبس اوف ذا الاورجانيزم. هنتعرف بقى على البوتنسي اوف الستيم سيل، وهنلاقي الستيم سيل كلاسيفايد انتو 5 جروبس، هم عباره عن توتي بوتنت ستيم سيل، بلوري بوتنت ستيم سيل، مالتي بوتنت ستيم سيل، اوليجو بوتنت ستيم سيل، يوني بوتنت ستيم سيل. هنيجي نلاقي اول حاجه التوتي بوتنت زي ما شايفين كده في المرحله الاولانيه اللي هي الفيرتلايزد ايج، تاني حاجة البلوري بوتنت في المرحلة التانية امبيريو، تالت حاجة المالتي بوتنت في مرحلة الادلت. نعرفهم بقى واحدة واحدة. الشباب هلاقي عندنا التوتي بوتنت ستيم سيل ان هي قادرة على ان هي تديني all cell types of embryo، كل انواع الخلايا في داخل الامبيريو، زائد الاكسترا امبريونيك تيشو البلاسينتا، أو هي able to divide and differentiate into cells of the whole organism. ممكن أعرفها على إنها embryonic cell within خلال the first couple of cell division after fertilization، اللي هو عبارة عن إيه؟ الزيجوت. الزيجوت طبعاً existence بتاعه بيبقى transient، التواجد بتاعه بيبقى مؤقتي. الزيجوت هو عبارة عن إيه؟ formed after the sperm fertilize the egg. وبالتالي دي السيلز اللي هي توتي بوتنت ستيم سيل او الزايجوت مش قادره بس على ان هي تكون لي ال 3 جيرم لير اللي هو كومبليت امبريو، لا ده كمان قادره على تكوين الاكسترا امبريونيك تشو او بلاسينتا. تاني حاجه بقى اللي هي البلوري بوتنت ستيم سيل. البلوري بوتنت ستيم سيل كان جيف رايز تو اول اوف ذا سيل تايبس ذات ميك اب ذا الامبريو، كل انواع الخلايا اللي تقدر تكون لي الامبريو، مسماها طبعا امبريونيك ستيم سيل. المالتي بوتنت بقى كان ديفلوب انتو مور ذان 1 سيل تايم، بس ايه يوجوالي ريستريكتد تو ذا سنجل تيشو، يبقى restricted يعني مقيدة بمكان معين هي قاعدة فيه زي الأدلت ستيم سيل. يبقى إذن يا شباب ممكن ألخص الموضوع ده في إن توتي بوتنت قدرتها إن هي بتديني all cell type of the embryo والإكسترا embryonic tissue زي الزيجوت لحد 8 cell embryo، لكن بلوري بوتنت قادرة ان هي تديني all cell types that make up الامبريو اللي هي الامبريونيك ستيم سيل، لكن مالتي بوتنت بتديني more than one cell type بس located in specific tissue زي الادلت ستيم سيل. الاوليجو واليوني هتعرف عليهم بعد شوية في البارت الخاص بالادلت ستيم سيل. هنشوف بقى وير دو الستيم سيل كام فروم، جايه منين الستيم سيل. الاوريجين اوف الستيم سيل هنتعرف عليه دلوقتي. عندنا طبعا ثلاث مراحل هنشوفهم اللي هما التوتي بوتنت والبلوري بوتنت والمالتي بوتنت. هنيجي يا شباب بقى نتكلم على الستيم سيل اوف ذا الايرلي امبريو او الاوريجين اوف الستيم سيل. المرحله الاولانيه الزايجوت بتبقى توتي بوتنت، المرحلة الثانية اللي هي بتبقى بلوري بوتنت. ثلاث مراحل بالنسبة لي. أول حاجة في عملية البري امبلانتيشن في البلاستوسايت بيبقى في عندي خلايا بتسمى بالإنر سيل ماس، لو عملت لها ايزوليشن كونت في الكالتشر ميديا بتاعي مسمى امبريونيك ستيم سيل بصفات البلوري بوتنت. طب عندي في البوست امبلانتيشن اللي هي في مرحلة الإيبيبلاست ممكن أعمل ايزوليشن لهذه الخلايا وتسمى ب ايبي بلاست ستيم سيل بصفات البلوري بوتنت. بعد كده في الليت امبريو او الايرلي فيتوس في عندنا حاجه اسمها بريمورديال جيرم سيل، لو اخدت الخلايا ديت وزرعتها في كلتشر ميديا بره هتكون لي نوع من انواع الستيم سيل بيسمى بيه امبريونيك جيرم سيل بصفات بلوري بوتنت. ثم بعد ذلك في الادلت بقى بيبقى موجود عندي المالتي بوتنت بالانواع بتاعته.
يبقى اذا انا ممكن اعرف التايبس اوف البلوري بوتنت. عندي ثلاث انواع من البلوري بوتنت ستيم سيل. عندنا الامبريونيك ستيم سيل، وديت الاوريجن بتاعها في البري امبلانتيشن البلاستوسايت او الانر سيل ميس. بعد كده الايبي بلاست ستيم سيل في البوست امبلانتيشن في الايبي بلاست، وامبريونيك جيرم ستيم سيل اللي هي جايه من البريمورديال جيرم سيل. يبقى انا ممكن اقول الاوريجين او اللينج اوف الستيم سيل، اللي هو النسب بتاع الستيم سيل جاي منين؟ جاي من امبريونيك ستيم سيل. طيب الامبريونيك ستيم سيل ديت ار درايفد دايركتلي، مباشره منين؟ من الانر سيل ماس. الانر سيل ماس دي مرحله طبعا ترانزينت اكزيستنس، مرحله مؤقته في البري امبلانتيشن امبريو قبل مرحله الانغراس after the formation of البلاستوسايت. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ when this population of a cell اللي هي ال inner cell mass developed further يحصل differentiation into ال epiblast that give rise to ال 3 germ layer اللي هما ال ectoderm وال mesoderm وال endoderm في ال gastrulation process. يبقى اذا افتر جاسترليشن بيبقى في بوبوليشن نير ده الابيبلاست بتعرف بالبريمورديال جيرم سيل. البريمورديال جيرم سيل مايجريت تو هاجر لي وكولونايز، بتستعمر الجينيتال ريدجز اللي هي الحواف التناسليه. هوين كالشرت ان فيترو، ومهم قوي الشباب ان انا بتكلم على الكالشر ان فيترو، هتكون لي نوع من انواع الخلايا بيسمى امبريونيك جيرم سيل. طب الامبريونيك جيرم سيل ديت زي الامبريونيك ستيم سيلز بالظبط في ان هي جينيريت اول سوماتيك لينج، كل انواع الخلايا الجسديه بصفات بلوري بوتنت كاركترستيك للستيم سيل. طيب بعد كده بقى الاوريجين اوف موست ادلت ستيم سيل از بورلي اندرستود، ما بنقدرش نتعرف على الاوريجين بتاع الادلت ستيم سيل. وبكده اكون انهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم. اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تراكمش علينا المعلومات العلمية. شكرا يا شباب.